شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور يوسف قاسمي الذي احاط بالكثير من نقاط الظل فيما موجود، احياء الظل ومدن الظل في هذا الموضوع، وله اجتهادات وله رؤيته الخاصه، فهو مشكور جدا على هذه الملاحظات القيمه والتي قدمها لنا. ولا شك انه فعلا انه لازم نتعمق في مثل هذه القضايا. على سبيل المثال تقرير لجنة تقصي الحقائق 1883 ذكر حوايج مروعة لم ترد في النصوص هذه. على سبيل المثال يقول كثير من الناس هدمنا لهم المنازل وطلبنا لهم يعوضوا ثمن التهديم للجيش مثلا، اعتدوا على الحرمات وزاد طلبوا من السيد اللي اعتدوا له انه يعوض للناس هذوك الاخرين. واحد القضايا يعني يندى لها الجبين، فما يعني هذا واقع موجود في بعض التقارير بطبيعة الحال الاستعمارية، ولكن الاستعمار بطبيعة الحال لازم احنا نعرفوه معرفة حقيقية انه ما كانش يعتبرونا بشر. نظريات نتاع الاستعمار الاوروبي اللي كان يعتبرنا جنس مسموح ابادته، جنس مسموح استغلاله، مسموح استعباده، ما عندناش ارواح. كذلك المساجد، من يعرف بان مساجد القبائل فيها تقارير؟ المسجد اللي حطوا له مثلا الديناميت في المناره هذه تحت المناره وينسفوه نسفا كاملا. المسجد دار جريمه، هو معروفه القضايا هذه، نسفوا المساجد بالاحصاء، بالاحصائيات يعني دقيقه، المساجد نتاع بلاد القبائل الكل نسفوها بالطريقه هذه. أنا ذهلت لما شفتها في رسالة دكتوراه تاع واحد سي يوسف، قضية دارها في فرنسا بطبيعة الحال. فالقضايا يعني ما خفي أعظم، يعني القضايا اللي مخفية راهي بزاف، وإن كان هذا اجتهاد مليح وهذه باب جديد يفتح لنا، وممكن في المستقبل إن شاء الله يزيد يجتهدوا الناس الآخرين كما اجتهد ناس تضحي من أجل الوطن وإحنا كذلك نضحيوا. ننتقل إلى أخينا الأيقونة الأخيرة، أخينا وزميلنا الأستاذ الدكتور قددرة شايب، وهو على يساري ولكنه ليس من اليساريين على كل. إذا فليتفضل أخينا الكريم يقدم لنا ما عنده من ملاحظات. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية لابد من كلمة شكر أولاً للأستاذ المشرف الذي شرفنا بعضوية هذه اللجنة الموقرة، شكراً للرئيس المريح دائماً، ورحبوا بالطالب المترشح الأستاذ وبالضيوف مازال دوره مجهد، جاءنا من سطيف وكان طالبا عندنا في مرحلة الماجستير وأستاذ سابق بجامعة عنابة. شكرا للضيوف، أو نرحب بالضيوف الكرام الذين جاءونا من سطيف، كذلك الدكتور المحترم والزميل الأستاذ راشد هيدوقي، وطالبة الدكتوراه والقائمين على الطلبة الآخرين والطالبات الأخريات والقائمين على هذه القاعة الذين يستحقون أن ينالون شهادة علمية لأنهم واكبوا في كل تخصصات. على كل ما تعلق بموضوع المناقشة للباحث عبد الحفيظ، انطلاقا من العنوان لست أدري هل نحن أمام مرافعة قضائية أم مناقشة علمية. قد وضعنا الباحث أمام هذه الإشكالية في حد ذاتها، لأن الموضوع ذو طبيعة قانونية بحتة، فيه معطيات تاريخية والعلوم الإنسانية تكمل بعضها البعض. فكتابة التاريخ مسؤولية عظيمة، لأن التاريخ يزلق، ويجب أن نكون حذرين عندما نكتب التاريخ، وخاصة لما نكون أمام نصوص قانونية وتشريعية. لقد اجتهد الباحث رفقة مشرفه
في صياغة هذا العنوان، هو عنوان من بين الملاحظات التي انتبهت له أن الموضوع فعلا موضوع بكر، لكنه يتطلب جهد ويتطلب تضحية، ويبدو أن الطالب قد بذل جهدا كبيرا وضحى كثيرا، حتى أن الفترة الزمنية أخذت منه مدة أطول، ومع ذلك ها هو اليوم ماثل أمامنا لتقييم هذا الجهد وهذا العمل العلمي. إذن أشكر الطالب مرة أخرى على هذه الشجاعة وهذه المقدرة وهذا الجهد الكبير الذي قام به من أجل إنجاز هذا العمل المعقد في نظري، خاصة وأنه يتعلق بقوانين وتشريعات ومراسيم، ويحتاج إلى دقة متناهية في ضبط المصطلحات والمعرفة بمختلف العلوم، خاصة الحقوق والقانون واللغة الفرنسية والترجمة الصحيحة لمحتوى هذه القوانين. إذن أنت مشكور أستاذ كريم مترشح، لا أردد ما تفضل به الزملاء، لأنني أعتبر نفسي سعيد الحظ وفي نفس الوقت سيء الحظ. سعيد الحظ لأنني استفدت كثيرا من الزملاء الذين سبقوني، سواء الدكتور العياشي أو الدكتور قاسمي. أما سيء الحظ لأن أغلب الملاحظات قد تقطعت معها، لكنني سأحاول أن لا أكرر وأقف على الملاحظات التي اختلفت فيها معكم، أو ربما تفطنت لها وما تفطنت لها. صفحة الغلاف خلاص تفضل أستاذ قاسمي. على كل إن هي موجودة صيغة تاع الجامعة، لكن للأسف فيها خطا، هي ماهيش من إنجاز طالب، يعني هو تقيد بالمطلوب، لكن تحتاج إلى، خاصة ما كانش عندنا الجامعة الأصلية، ما كانش مش عارف الصيفة وغير ذلك. نعود إلى الموضوع وقضية المصطلحات. أنا دائما نركز على ضبط المصطلحات. القراءة الأولى: النظام العقابي الفرنسي الخاص بالأهالي المسلمين في الجزائر. لما نقول في الجزائر، يعني وكأنهم سكان آخرين هم جزائريين لكن موجودين في الجزائر فقط، هكذا ممكن وصل إلي من فهم. كذلك حتى النظام العقابي، عفوا نفسك، ما سمعتش الفكره هذه. نعم، ما سمعتش الفكره. ما عنديش مشكل. قلت النظام العقابي الفرنسي الخاص بالاهالي المسلمين في الجزائر، يعني هو كانني فهمت انا على كل، كل واحد عنده فهم خاص. قلت المسلمين في الجزائر، وكان ما عندهم جنسيه، يعني اجانب موجودين في الجزائر، مسلمين موجودين في الجزائر. هذا اللي فهمته انا على كل، قد اكون مخطئا، قد اكون صائبا شيء اخر. كذلك المصطلحات لما ترجم النظام العقابي بدون ما نوصل للمحتوى الرسالة، واش نلقى؟ النظام العقابي يخطر إلى بالي لو تيرم، نظام، هل هو لو ريجيم؟ هل هو أورغانيزاسيون؟ هل هو لو سيستيم؟ يعني ثلاث مصطلحات بالفرنسية، لكن لما قريت الرسالة تاعك فهمت أنك تقصد لو ريجيم. أي لو ريجيم، نعم. أيوة، نعم، نعم، بالضبط. وبالتالي أركز دائما كما قلت على ضبط المصطلحات، خاصة أن اللغة القانونية معقدة جدا. هذا فيما يخص العنوان. وكما تفضل الأستاذ قاسم كذلك، العقاب القضائي، يا ريت أضيف كلمة أخرى باش تتضح الصورة أكثر. ما يكونش هناك نوع من الغموض. كذلك من الناحية الفكرية هنا في العنوان،
ذكرت عنوان النظام، واش قلت لك انا رحت لك بالعاميه مباشره، كريت عنوان هكذا، قلت النظام العقابي الفرنسي الخاص بالاهالي المسلمين في الجزائر المستعمره واش به؟ ماذا بيا يا ريت كان يربط به وانعكاساته على المجتمع الجزائري وعلى الجزائريين والمسلمين الجزائريين هكذا، باش ما يبقاش عمل وكانه عرض فقط. لكن المطلوب منك يعني كيف اثر او انعكس سلبا على السكان المعنيين في العنوان. حاولت ان امنهج ملاحظاتي، لكن بعد قراءتي الاطروحه ثانيها وجدت انها عباره عن كوكتيل، يعني مره في الشكل، مره في المضمون، مره في كذا وكذا، وبالتالي تحاول تبع معي فقط صفحه صفحه، وهي قليله جدا، لانني انا معجب وتمتعت بقراءه هذا الجهد، كنت مشكور عليه كثيرا، وقليل جدا من الذين يطرقون مثل هذه المواضيع. مثلا في صفحه الاهداء هذه، اخطاء سرعه ولا مش عارف نسيان ولا الى الوالدين الكريمين اطال الله فيك، اقراها ترى عبد الحفيظ برك. هل درت المثنى بالنسبه لي؟ اقرا كيف؟ الى الوالدين الكريمين اطال الله في عمريهما. وعلاش درت مثنى؟ نحيت لي هذيك برك مثنى. نحيت لي عمريهما. وعلاش صغرت درت صغير ولا واش؟ اعتقد يعني حسب بحثي في الامر هذا ان المصطلح الادق هو عمريهما وليس عمريهما. بالنسبه للشكر، واش فهمت من الشكر انك حملت المشرف مسؤوليه وحده، قلت صحح ودار كلش، يعني يكون كاش ما اخطا ما انت ما تحملش. هذه ما نقطع او حملت المسؤوليه. نعم حملك انت. بالنسبة لصفحة المختصرات، المصطلح ابريفياسيون مختصرات، كتبتها بالعربية وكتبتها بالفرنسية، وزيد قلت لها مختصرات ودرت لنا هذا تقريبا ربع صفحات، ما بقاش مسك المختصرات أنا. طولت فيها يعني طولت. اختصارات صفحة واحدة. صفحة واحدة. عندك صفحة واحدة؟ إي نعم بزاف أنا. تختلف نسختي على نسختك؟ هذه اختصارات والأخرى مصطلحات. هذه مش لا ما كانش اختصارات. مصطلحات صحيح فعلا. بون نرجع للجانب الشكلي دائما سي عبد الحفيظ، بطاقه فنيه على الاطروحه. المقدمه عندك 22 صفحه، الباب الاول عندك 117، الباب الثاني 113، الباب الثالث 98، فيه توازن ما عدا فصل الباب الاخير، فيه نوعا من نقص نوعا ما، احنا ما راحش نحاسبوك صفحه صفحه وانما يكون شويه تقريبا. لكن انت فضلت تقسيم الابواب، لماذا الابواب؟ احنا عاده الابواب نلجا لها لما يكون الحجم كبير جدا تاع الاطروحه تاعي. انت تاعك 403 صفحات ورحت الابواب مش عارف لماذا. نعرفه الرئيس انا ماهيش مصلحيتي. ما تجاوبش معليش خلي برك هذه ملاحظه. شوف الصفحة ألف في المقدمة في الصياغة برك، إذا كان يبدو من الناحية النظرية حتى يتعب القارئ باش توصل للربط أو للتعقيد فيه إطار، إذا كان فيستلزم فإن يعني بعدها فقرة طويلة صح ولا لا؟ يعني الصياغه هنا كان عليك جعلت صياغتها. هنا الملاحظه اللي تشارك في العنوان بالنسبه لاهميه الموضوع، ما تذكرش الملاحظه اللي قلت لك يجب ذكر الانعكاسات. كذلك في الجوانب الشكليه، الصفحه الرجيم اصدرت بعض الاحكام المسبقه في التاريخ. لا يجب ان نصدر الاحكام المسبقه الا اذا كانت عندنا القرينه والحجه والدليل. السطر الاول الصفحه الجيم الصفحه الجيم السطر الاول كما يعتبر موضوع النظام العقابي الفرنسي الخاص بالاهالي المسلمين من المواضيع المهمشه. هذا حكم تاعك الاحكام كيف عرفت بانه مهمش يعني؟ قريت كل شيء حسب الاطلاع يكون ضفت الكلمه هذه خلاها تلقيت الشغل
هنا سي عبد الحفيظ هو اعتمد على روحه وخويا هذا جهدك بالنسبه للماجستير وكنت عضو في مناقشتها. في صفحه ذات كما انني لاحظت اهتمام الباحثين الاوروبيين عموما والفرنسيين خصوصا بمواضيع ذات سينا، وما كانش باحثين عرب ولا مسلمين. راك الاوروبي انا وليت اوروبي فرنسي. الجزائر ما كانش. ها؟ الجزائر ما كانش. لان الجزائريين انفسهم لم يهتموا بهذا النوع، كيف يهتم به؟ نعم. الصفحة ها في البداية لا كان عليك ثلاث كلمات أنها تشكل، لأن تقدر تشكل مباشرة تفقد نوع من المعنى في السياق. ضيف كلمة أنها تشكل أيوة صفحة ها السطر الثاني الأولى لا السطر الأول بعد السطر الأول زايد هناك بديت تصنفنا في الفئات هاك وصلت لهنا ليزانديجان مش عارف هنايا الاسرائيليين كابيل وانت قبيلي واش من فئه انت الاسم تاعك قبيلي واش من فئه جزائري جزائري اهلي مسلم في تلك الفتره انا جيت لهنا يعني الاشكاليه تفضل الاستاذ قاسم علق عليها صحيح تحتاج الى تعم اكثر توضيح اكثر بعض المصطلحات انت فهمها مليح القارئ مازال الاقضيه هذه تبنيت وحطيت لها نقطه ورحت لها وشرحتها في صفحه ح وقد تطرقت في الباب الاول الموسوم الاقضيه العقابيه فقط تحتاج الى شرح اليس كذلك عبد الحفيظ؟ المناهج منهج تحليلي هذا ما كانش منهج تحليلي تحليل أداة كان منهج آخر لكن التحليل لا هو ده خطأ شائع يعني للأسف علقت لنا في على هذا جاك أومو تي في وانتقدته وقلت أنه سد فقلت لك أتمنى لا تسيره أنت كذلك وقد سيرته في جمال كثيرة وقد أشار إليك الأستاذ قاسم الملاحظات اللي سبق للزملاء تعرفوا لها راني نتفاداها شوف وقفت عند شيئة ثمينة قدمتها وجهد معتبر أنك دائما الجداول حللتها وهذا شيء جيد جدا انك حللتها واعطيتها قيمتها سواء احصائيات او ارقام او شيء هذا عاد قليل وين نادرا وين نلقى رسائل تحط لك جدول وما يعلقش عليه وانت علقت على النتائج ولا الاحصائيات ولا عدد العقوبات وغير ذلك عندك في الصفحه 31 فقط خطا واحد فقط ثم انشئ خطأ إملائي ربما سقط سهوا في أنشئ في الفقرة الثانية في السطر الثالث في الصفحة واحد تصلحوا لأن هي رسالة كذلك 51 حبيت تعرف لنا تمدنا المصطلح بالعربية وبالفرنسية في 51 العقوبات الجنائية هاك مديتها لي بانو ماتيير كريمينال ومن بعد الإعدام حطيت لامور برك هكذا صح ولا لا؟ ولا كوندانيا مور القانون حبيت نسأل عليه بالإعدام أما كعقوبة صفحة 51 الجنايات أو في قانون العقوبات هو في الترجمة برك 51 هكذا ولد في قانون العقوبات هكذا الأمور فقط نعم كونداني أمور معناه محكوم عليه بالإعدام لا مكتوب الإعدام مكتوب أمور حبيت نسأل لا لا إعدام لا ما كانش خلاص كيف قال العقوبات هكذا وارد مباشرة الأمور كونتاني أمور جيري لوكس كعقوبة هكذا وارد في قانون العقوبات يمكن أن نطلع عليه وعندنا قانون العقوبات
مازال ايوا حق يا خويا. كاين عندك شوف اعتمدت كثيرا من الارشيف فعلا، لكن تحتاج كذلك الى بيبلوغرافيه اخرى موازيه كما كان زمان، حتى لان التاريخ هو المقارنه خاصه حتى في الهوامش وفي المراجع وفي كل شيء، لان هذا الارشيف هكذا يكون عندك خلفيه كبيره باش فيه يعني سمو كما قالوا الزملاء. بالتالي لابد من مراجع اخرى حتى نعرف ونقيم احسن. بعض الصفحات ما همشتهاش، لست ادري لماذا. مثلا نعطيك مثال برك، صفحه 249 وكاينه صفحه مرت معايا ما حطيتلهاش هامش، لان المعلومات لابد تضبطها وتشير الإحالة تاعها منين. نلحقوا ل سي عبد الحفيظ انه عندي جوز شيء بالنسبة للملاحق، لأول مرة نلقى رسالة فيها ملاحق قليلة، هذا شيء مليح ومهمة جدا وذات صلة وتخدم الموضوع، وقد وظفتها في الحاشية شيء ممتاز. لكن لما همشت صفحة واحدة والآخرين ما خليتهمش. مثلا الملحق الأول همشت المرة الأولى وخليت، كان على الأقل الحاشية هذيك تحطها في الصفحة الأخيرة وخلاص. كذلك لم ترقم المراجع والمصادر تاعك، لم دير لها ارقام. لماذا؟ حتى دارت ارقام، فضلت فلاش وخلاص ولا طريقه جديده في المنهجيه. منظر ماما ابدا حياتك تفضل. في كثير من المذكرات حشر للمصادر باش يجي العدد زعما كبير. في كثير المهم اجتهاد، اجتهاد ما اعتمدوش عليها. هذا اجتهاد تاعك باش ما يبانش رقم، هذا اجتهاد تاعي كبير من المصادر. نعم يبانش رقم على الاقل باش ما يبانش الانسان باللي راه يدخن في الارقام. بارك الله فيك. مجرد اجتهاد. بارك الله فيك. ياك لويس، لويس فيليب تكتب لنا بالعربيه كما تنطق بالفرنسيه، ما نعرف عليها النطق صحيح لكن بالعربيه ما نحيد بالاس هذاك. ولا في روسيا يا حفيد خلاص. شوف في النهايه انا اكرر انني تمتعت بالجهد هذا، وجهد في موضوع معقد ويتطلب جهد واراده وصبر، وقد اتسمت بكل هذه الجوانب. في الاخير واش نقول لك، تحضرني حكمه او حكم لشاعر أندلسي أبو البقاء الرندي عندما رث الأندلس وهي تتهاوى السقوط. هذا أنا كذب وسط تفضل ما كانش مشكل. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب الإنسان بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه. شكرا سيد الرئيس.